الناس اللي بيبقى عندها شك في معقول الله، الناس اللي بتبقى مش مصدقة ان ممكن ربنا يستجيب لها، الناس اللي بيبقى مش مصدقة ان فعل الله قادر، الله عز وجل القادر المقتدر، الناس اللي بتبقى فاكرة ان لو انا دعوت الله سبحانه وتعالى لا انا مش اهل ان ربنا يستجيب، مع ان سبحان الله في من يجيب المضطر اذا دعاه. الناس اللي بتبقى من فاكرة ان اللي بتسألها دي لا 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 ده كتير، معقول ربنا هيستجيب لي حاجة زي كده، مع ان الآية بتقول ايه؟ وهو علي هين، هين على الله. يلي عندك اي حاجة مستعظمها، يلي عندك اي فكرة ولا اي فعل ولا اي طلب مستعظم، الله اعظم. بص وهو علي هين، قول له كده وهو علي هين، حاضر يا رب. وهو علي هين قول والله سبحانه وتعالى ايه، ادعوني استجب. مفيش بقى حتى فهستجب، مفيش حتى الفاء، ادعوني استجب. بس ندعي، نبتدي بالحمد والصلاة على الرسول عليه السلام، ونختم بالصلاة والحمد، وندعي بدعوى الخير، كل ما دعا لمسلك الخير كل عاجلة وأجلة ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كل عاجلة وأجلة ما علمنا منه وما لم نعلم. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل في نفوسنا طلب الحاجات من الله سبحانه وتعالى وهو علي هين، ونقول يا رب اللهم إنا نسألك بحق الآية الكريمة وهو علي هين أن تفعل لنا هذا الأمر يا رب. رزقنا الله وإياكم حسن الظن في موعود الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.